دقيقة وخمس ثوان كانت كفيلة بأن تشعل ملايين المشاهدات في الولايات المتحدة وحول العالم، حيث جسد خالد الفراش شخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعرض مؤخرا على قناة NBC ودار المشهد حول العالم وشاهده الملايين في مختلف الدول. فما سر نجاح هذا المقطع؟ بحسب موقع الخليج أونلاين، تناول الفراج مواقف شبيهة ظهر فيها الرئيس الأمريكي خلال مؤتمرات صحفية عقدها مؤخرا، وتحدث فيها عن بعض القضايا الدولية ومن أبرزها الأزمة الأوكرانية، وكانت نائبته كامالا هاريس تقف خلفه في بعض منها وتصحح له الكثير من الأخطاء. ووفق المصدر السابق، المشهد قصير هو جزء من برنامج سعودي عنوانه استوديو 22، يعرض خلال شهر رمضان على قناة NBC، وكان يمثل مؤتمرا صحفيا لبايدن الذي قال أنه يتحدث عن أزمة إسبانيا، قبل أن تصحح له نائبته هاريس لينتهي المشهد بنوم الرئيس الأمريكي، لتسحبه هاريس إلى خارج القاعة. وعن أبرز أسرار نجاح الفيديو، يقول المخرج أحمد العبيدي الذي تحدث لموقع الخليج أونلاين، كان قصر المدة، فلو زادت مدته دقائق أخرى لما وصل إلى هذا الحجم من المشاهدات والتأثير. وأضاف أن من دواعي نجاحه أيضا ذكاء تصوير المشهد الذي لا يحتاج لتباين أن هناك جمعا من الصحفيين والمصورين، رغم ظهور شخصيتين في المشهد. أيضا عبقرية الفنان خالد الفراش في تناول حالات لجو بايدن بطريقة مبسطة ومريحة، وتقمصه للشخصية بإتقان. أما عن دور كامالا هاريس، كان داعما كبيرا في نجاح المشهد وجرى تأديته بطريقة حرفية. وأشار العبيدي بحسب الخليج أونلاين إلى أن نجاح البرامج الساخرة بشكل عام يعتمد على قدرات وإمكانيات مقدم البرامج وشخصيته أو الممثل الرئيسي، ثم الأفكار المتنوعة والمتجددة والأسلوب الواضح والصريح في الطرح. So in this country, Saturday Night Live is not allowed to mock Joe Biden's very obvious dementia, but in Saudi Arabia. وفي ردود الفعل أشاد بعض الأمريكيون بالمشهد ولاقى رواجا سعوديا كبيرا، ورأوا في أداء الفراش حرفية وأمكانية عالية في تجسيد شخصية رئيس أقوى دولة في العالم بإطار ساخر من خلال التعليقات عبر تويتر. من جهته قال إعلامي في قناة فوكس الأمريكية، في أمريكا لا يسمح لبرنامج ساتردي نايت لايف بالسخرية من الخرف الواضح لبايدن، ولكن في المملكة العربية السعودية الحليف القديم البرامج الكوميدية لا تمنع ذلك. فبعد مشاهد السخرية يحتم طرح السؤال التالي: هل من إمكانية لوجود برامج سياسية ساخرة خليجية تحقق نسب مشاهدات ونجاح عالميا؟ شاركونا في التعليقات.